بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنستكمل اللي كنا قد بدأناه في لما رسمنا الكولمز ورسمنا البيمز. هنكمل النهاردة إن شاء الله السلابس، ونشوف هنرسم إزاي السلاب للمنشأ بتاعنا ديت بكل التفاصيل بتاعته، وناخد برضو لو عملنا فتحة في سلاب ولا حاجة. نقف على ليفل 2 من البروجكت براوزر، نبدأ نقف على ليفل 2. المفروض الناس دلوقتي قاعدة عارفة محتويات برنامج الريفت وعارفة تتعامل معاه. نقف هنا، ممكن نقف هنا. طبعا هو كل شوية بيطلب مني اسيف المشروع عشان انا عامل اوتوماتيك سيف بتاعه. ممكن نقف واير فريم بس عشان الموديل يبقى سريع معايا في الحركة. طبعا زوم ان او زوم اوت او رايت كليك، زوم تو فيت او زوم اوت او زوم الريجن، الحاجات ديت زي ما احنا شرحناها قبل كده. دلوقتي عايزين نبدأ نرسم سلاب يا شباب. يبقى من structure هنيجي على فلور، نختار structural floor. نبدأ نختار بعد كده نوع الفلور المعين. عندنا فلورز مختلفة على حسب كل فلورز، لكن احنا هنيجي مثلا نختار الفلورز اللي هي الخرسانة جينيتك ديت، ونبدأ نعدل فيها. نقول له edit type، نبدأ نخش في edit type، نعمل له duplicate عشان نبدأ نعرف القطاع بتاعي، وليكن هسميها فلات سلاب مثلا، او سوليد سلاب، اي تخانه سوليد سلاب مثلا وليكن 150 مليمتر سوليد سلاب مليمتر. واقول له اوكي. ناقص هنا يا باشمهندس ان انا ابدا احط له الماتيريال واحط له التخانه بتاعتي. انا كده ما عرفتش التخانه بتاعتي، انا عرفت الاسم بس يا شباب، لكن بدل التخانه هنا الديفولت سيكنس بتاعتي مش متغيرت. لازم اضغط اديت، ابدا اول حاجه هنا ابدا احط الخرسانه بتاعتي. كده ظهرت لي الماتيريال بتاعتي يا شباب. هنبدأ نختار نوع الماتيريال بتاعتي اللي انت عايز تشتغلها. عندك جميع انواع الماتيريال اللي انت ممكن تتخيلها. لو انا مثلا هصب في الموقع كاستن ستيتيو، لو ضغطت على الكاستن ستيتيو دبل كليك هيظهر لي هنا قائمة تانية كده، نتعرف على مع بعض على القائمة دي. اول حاجة في البريفيو بتاعتنا، دي البريفيو بتاعتنا هيظهر لي دلوقتي نوع الخرسانة بتاعتي او شكل الخرسانة بتاعتي هيبقى عامل ازاي. ده الشكل الخرسانة. بعد كده عندي هنا الحاجات دي يا شباب. اول حاجه قلنا اللي هو الجرافيكس بتاعتي، ركز هنا الجرافيكس بتاعتي. اول حاجه في الجرافيكس قلنا ايه؟ الشيدد هيبقى شكلها عامل ايه، السيرفيس باترن شكلها عامل ازاي في السيرفيس باترن، لما اعمل فيها كات يا باشمهندسين هيبقى ظاهر عامل ازاي. تمام، لما اخد سيكشن. طيب بعد كده يا باشمهندسين اللي يهمني بقى اللي هي الفيزيكال. ركز معايا في الفيزيكال دي قوي يا باشمهندس. الفيزيكال عندي هنا انفورميشن بيقول لي النيم بتاع الخرسانه بتاعتي اسمها ايه، لو انت هتسمي النيم بتاعتها، الديسكريبشن بتاعته اسمه ايه، الكي ووردز بتاعتها، هتجيبها من مين ووداها فين، مش عارف ايه الحوارات دي كلها يا شباب. لو انت دي الانفورميشن بتاعت الماتيريال. طيب لو انا عندي البيزك ثيرمال، ايه البيزك ثيرمال ده؟ اللي هو الثيرمال اكسبانشن كوفيشنز اللي هو معامل التمدد الحراري لو انت هتضيفه. لكن انا لو اهم حاجه عندي بقى الشغل الميكانيكال يا شباب، الماده بتاعتي ديت عباره عن ايزوتروبيك ولا نون ايزوتروبيك، اللي هي الحاجات اللي هتبقى انتجريتد مع سي اس اي، برامج سي اس اي كلها. طبعا احنا عارفين ان الريفت انتجريتد مع برامج سي اس اي. هنا اليانجس مودلس بتاعتي بكام، البوسور ريشيو، الشير مودلس، الدينستي، الدامبنج ريشيو. هنا بقى لو انا عايز ادخل الكونكريت كومبريشن اللي هو الاف سي يو واليلد سترينث والتنسايل سترينث وهكذا، ديت كل الحاجات اللي انت كنت بتعرفها في برنامج الساب وفي الحاجات دي كلها. وطبعا انت لازم تتاكد ان الماتيريال بتاعتك مظبوطه 100% عشان لما تيجي تعمل تبعت لبرنامج زي برنامج الاتاب ولا حاجه يروح لي كل حاجه متظبطه هناك. ابدا اقول له اوكي وابدا اقول له حط الثيكنس بتاعتي، وانا كده عرفت الماتيريال بتاعتي. ابدا احط الثيكنس بتاعتي وليكن 150 مللي واقول له اوكي. اوكي كده انا عرفت القطاع بتاعي. عايز ارسم بقى يا شباب، بصوا بقى عشان ازاي نرسم على البرنامج بتاعنا. هنا يا باشمهندسين فتح لي البليس الموديفاي وكرييت فلور باوندري زي ما احنا عارفين. الباوندري لاين، الباوندري لاين اللي هو الحدود بتاعتي. ممكن ارسم الحدود بتاعتي بلاين، امر لاين او امر مستطيل او امر، يعني ممكن ترسم بلاطه بجميع الانواع. وليكن احنا نرسم بامر لاين مع بعض كده يا شباب. بص كده يا باشمهندس، اول حاجه هختار من هنا واختار كده، اسحب على طول هنا كده يا باشمهندس واسحب هنا. طب انا عايز اعمل الكيرف ده يا باشمهندس، القط الكيرف بتاعي، القط الكيرف بتاعي اهو، القط النقطه دي والنقطه النهايه بتاعت الكيرف بتاعتي والقط الكيرف بتاعي. طبعا ما جاتش مظبوطه، كنترول زد، هلقط النقطه دي تاني يا باشمهندس. ركز كده اهو، نتعلم مع بعض الامر بترسم ازاي. برسم هنا والقط اخري والقط النقطه دي. لسه معايا الكيرف مستمر اهو،
اقلط النقطة دي ونقطة نهاية الكيرف والنقطة دي يا شوهندس، كده انا جبت الكيرف تمام. ابدأ اخد خط تاني لاين، اضغط من البانل بتاعة الدرو، ارسم لاين تاني وتكبر كده يا شوهندس معاك. بعد كده اجيب الكيرف تاني، ابدأ اقلط نقطة البداية ونقطة النهاية بتاعة الكيرف، طبعا عشان انا برسم ايه على الكيرف المايل. طبعا مش شرط لازم يكون بلاطة، مش لازم يكون في كاميرا دائرية، عادي ممكن انا اكون البلاطة بتاعتي اساسا دائرية. ممكن ارجع لللاين تاني، ابدأ القط النقطة دي كده، بترسم بدقة فظيعة جدا بحيث ان انت تصل الى الدقة العالية جدا في برنامج الريفيت بتاعك. وابدأ، لازم يا شباب يكون اللوب مغلق، لازم اللوب مغلق كده عشان لما ابدأ اقول له فينش او اوكي فينش اديت مود، ابدا اقول له كده يقوم مديني ايه، يقوم مديني السقف بتاعي يقوم راسمه لي. هو ده الشكل اللي هيظهر قدامي اهو كده، بدل جاب لي اكس واي كده يا شباب، جاب لي العلامه دي كده، يبقى انا رسمت الايه الشغل بتاعي. طب بالنسبه لشغل الاناليسيس بتاعنا، انا عايز احدد البلاطه بتاعتي دي 1 واي ولا 2 واي. هبدا اختار من هنا واقول له وليكن 2 واي سلاب، وليكن 2 واي سلاب، تمام كده تمام كده يا باشمهندس. طيب عايزين نشوف الشكل بتاعنا في ال 3 دي كده. عرفنا دلوقتي نعرف الماتيريال ازاي، عرفنا ازاي نرسم سقف بابعاد مختلفه. لو قربت كده يا باشمهندس هتحس ان هي الخرسانه الماتيريال اللي انت حطيتها بالظبط اهي، كل ما تقرب تحس ان هي خرسانه فعلا زي ما انت راسمها. ورسم طبقه الايه، طبقه الخرسانه بتاعتنا بالارتفاع بتاعنا اللي هو السقف بتاعي، وتحت عندي الايه، وتحت عندي البلاطه بتاعتي الكاميرا بتاعتي، يبقى البلاطه والكاميرا والعمود زي ما انت شايف كده يا باشمهندس. طيب يا شباب زي ما وصلنا كده، وصلنا ان احنا عملنا البلاطه بالشكل ده بتاعنا كده، كل ما تقرب طبعا طبقا للماتيريال اللي انت عاملها يا شباب زي ما احنا قلنا دلوقتي. وادي الكاميرا الدائريه، مش شرط طبعا عندي يكون كاميرا دائريه عشان اعمل سقف دائري، ممكن مثلا لو هي فلات سلاب ممكن تعمل التشكيلات اللي انت عايزها من فلور، تبدا تغير بالموديفايرز، الموديفاير بتاعتي تمام. دلوقتي يا شباب عايزين نتعلم ازاي نعمل فتحه في اي سقف من دول. لو وقفنا في اي بلان من البلانات ديت، عايز اعمل سقف دلوقتي يا شباب، عايز اعمل سقف دلوقتي يا شباب، عشان اعمل سقف دلوقتي يا شباب ايه اللي هعمله؟ هاجي من قائمه من التاب اللي اسمها ستراكشر، من البانل اللي اسمها اوبننج، ابدا اختار شافت تمام. تعال نشوف الشافت ديت يا باشمهندس. واول ما ظهرها كده ظهر لي الخواص بتاعتها، بيقول لي البيز اوفست بتاعها، ركز قوي معايا كده، ركز قوي، لازم اي حاجه افتحها لازم ابص على البروبرتيز بتاعتها. بيقول لي البيز اوفست، التوب اوفست والبيز اوفست والان كونكتد والبيز كونسترين والتوب كونسترين ديت. طبعا انا هبدا منين؟ من البيز اوفست بزيرو عشان ابدا منسوب الزيرو. ان كونكتد ليه؟ هنشوفها دلوقتي. البيز كونسترين كان 01 ليفل 1، والتوب كونسترين كان ليفل ايه؟ ليفل 2 تمام كده يا باشمهندسين. واقول له ابلاي عشان ابدا ارسم الايه، الباوندري بتاعتي. طيب طبعا هي هنا كده البرنامج كمانه بس شغال من طول النهار، فايه مهنج بس شويه. ايوه في حاجه اسمها الباوندري لاين يا شباب. ايه الباوندري لاين ديت؟ حدود الفتحه بتاعتي. يعني وليكن هنعمل فتحه هنا كده، هنعمل كذا فتحه عشان نتعلم اوامر الفتحات تمام. الباوندري لاين دي الحدود. لو انا هعمل فتحه مثلا كده بلاين كده اهو كده، برسم انا الفتحه بالابعاد اللي انا عايزها يا شباب، برسم انا الفتحه بالابعاد اللي انا عايزها. دي اول فتحه. تاني حاجه السيمبوليك لاين. السيمبوليك لاين دي اللي هي ايه؟ اللي هي رمز الفتحه يا شباب، اللي هو الخط اللي بيبقى، الخطين اللي بيبقوا في الفتحه بتوعي بتاعتي اللي بيبقى كده، الخط ده سوري كنترول زد، الخط ده يا شباب، الخط من هنا لهنا والخط التاني اللي من هنا لهنا، عشان يبين لي بس اللي فيه فتحه، او من هنا لهنا يبين اللي فيه فتحه. لو عملت اوكي فينش يعني هيبدا يرسم لي الفتحه في السلاب بتاعتي. طب تعال نبص في ال 3 دي كده عشان نتاكد ان احنا رسمنا الفتحه بتاعتنا. ادي الفتحه بتاعتي بالابعاد بتاعتها يا باشمهندس. طيب عايزين نعمل كمان فتحه عشان نتعود، نرجع لليفل 2 من البروجكت براوزر، نرجع للاستراكشر اوبننج شافت، يفتح لي الشافت، نجيب الباوندري الاول. لو انا عايز اعمل بقى مثلا فتحه على شكل مستطيل، دي لو انت هتعمل فتحه باي ابعاد مختلفه عندك ممكن ترسم هنا بالمستطيل ايبك لاين، دي لما يكون عندك اساسا حدود للفتحه الجايه، ملف من اوتوكاد ولا حاجه وعايز تبدا تعدل اللي فيه. فانا هبدا اعمل كده فتحه وليكن فتحه بالشكل ده كده يا باشمهندسين، واعمل له ايه السيمبوليك لاين اللي هي الرمز بتاع الفتحه بتاعتي، الكروس بتاعي يعني، وابدا ارسم الكروس بتاعي بالشكل ده كده واقول له فينش تمام كده يا باشمهندسين. لو جيت اقول 3 دي هتلاقي الفتحه بتاعتي اتعمل. طيب لو وقفت على الفتحه كده يا باشمهندسين اهي، هلاقي البروبرتيز بتاعت الفتحه دي انا معدلها قبل كده، دي البروبرتيز بتاعتها اهي، اللي هو البيز اوفست والتوب اوفست والحاجات بتاعتي اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. طب تعالى نعمل كمان فتحه كده نتعلم برضو شويه اوامر.
ان احنا عايزين نعمل فتحه كمان، فتحه دائريه كمان. طيب نيجي برضو من التاب اسمها ستراكشر اوبننج الشافت، نبدا نعمل ايه فتحه مثلا على شكل دايره اهو، وابدا اشوف الريديوس بتاعها كام بس كده، واقول له فينش كده، رسم لي الدايره بتاعتي او الشافت بتاعتي. تمام كده رسم لي الدايره بتاعتي او الشافت بتاعي. طيب عايزين دلوقتي يا شباب ازاي نعدل بقى في البلان بتاعنا ده، ازاي بعدل في البلان بتاعنا ده السقف. تعالى بس نختار كده، نتعلم امر جديد في الاختيار. تعالى لو اخترنا ده كله كده، طبعا انا كده مختار كل اللي على الشاشه، مختار كل اللي على الشاشه اللي هو 59 عنصر. طبعا المفروض لو البرنامج بتاعك شغال او على حسب الريزولوشن بتاعك هيجيب لك حاجه اسمها الفلتر، حاجه اسمها الفلتر وانت شغال اهو. لو ضغطت كده بدا يظهر لي الايه الفلتر يا شباب. الفلتر هنا مختار لي دي كل العناصر اللي هو مختارها. لو عملت تشيك نان انا عايز اظهر ايه بس، عايز اظهر السلاب، عايز اظهر السلاب بس يا شباب، عايز اظهر السلاب بس، اقول له اللي هو الايه الفلور يعني، اقول له فلور، يبقى هو كده اختار لي الفلور بس. ماشي تمام كده يا باشمهندسين. طيب يبقى اتعلمنا دلوقتي الايه الامر بتاع الفلور بتاعنا. ماشي لو جينا نعمل كده مثلا، المفروض طبعا اول ما اضغط عليها يجيب لي الايه، بيجيب لي الموديفاي بتاعتها اللي انا ممكن اعدد فيه. اضغط ايديت باوندري، ايديت باوندري دي يا باشمهندسين برضو عشان بس البرنامج مهنج معايا، اول ما اضغط على ايديت باوندري يا باشمهندسين هيظهر لي الشكل اللي انا كنت ظاهره قبل كده يا باشمهندسين. لو انا دلوقتي عندي عايز اعمل هنا كيرف كمان يا شباب، عايز اعمل هنا كيرف كمان، ممكن اشيل البلاطه دي خالص وابدا ارسم الكيرف تاني. تعالى بص بص كده كنترول زد، تعالى نشيل مثلا الكيرف ده وعايزين نرسمه كيرف. خلاص بدل احنا عايزين نرسمه كيرف هنجيب الكيرف بتاعنا ونبدا نرسم، نلقط اول نقطه واخر نقطه ونبدا نعمل الكيرف بتاعنا بالشكل ده كده يا باشمهندسين. طيب دي اول حاجه. لو انا عايز اعمل كيرف هنا كمان يا باشمهندسين وليكن في النص هنا كده، ممكن القط دي والقط دي كده يا باشمهندسين واقوم راسم الكيرف بتاعي بالشكل ده كده. طيب اكمل الباقي بقى بايه؟ بلاين. لازم قلنا زي ما احنا قلنا لازم يكون لوب مغلقه عشان يبدا يرسم السقف بتاعنا. انا علمتك دلوقتي ازاي تعمل ايه؟ تعمل تعديل في السقف بتاعك اهو، لازم اوصل دول ببعض كده يا باشمهندسين وابدا اقول له فينش عشان يرسم لي. لو المنشأ مش متصل ببعضه هيقول لي ان في لوب مش مغلقه، هيجيب لي اشاره كده. كده انا عدلت الشكل بتاعه يا باشمهندسين، بدات اعدل. اضغط كنترول بس ايه، اضغط شيفت والسكرول عشان اشوف الايه التعديل بتاعي. طبعا التعديل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طب انا عايز امسح الكاميرات الدائريه دي مش لها لازمه يا باشمهندسين، ارجع هنا لليفل 2 واقف بس على الكاميرا كده وامسحها يا باشمهندسين. اقف على الكاميرا، على الكاميرا بس اهو، لقيته حدد استراكشر فريمنج، ابدا احذفها، اقول له ديليت، واقول له ايه هنا برضو ديليت، ديليت من الكيبورد عادي خالص، عشان طبعا ايه مش هينفع اعمل كيرف بيم كده هتبقى شكلها وحش، وكمان هيجي عليها تورشن وحوارات تانيه ما هتقرفني قوي في الانشاء. لكن انا عايز شكل السقف بالشكل اللي قدامي ده كده، الشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن تعمل انت اي شكل بالشكل اللي انت تحبه يا باشمهندس. ده الشكل بتاعك، الكيرف بتاعك اهو، الكيرفات بتاعتك. لو انت عايز تعدل زي ما احنا قلنا بنقف نختار السقف بتاعنا ونبدا نعمل الايه ايديت باوندري ونبدا نعدل الاشكال بتاعتنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره دي ونستكمل المره القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.